في القرن السبعتاشر والقرن التمنتاشر كانوا بياخدوا الأطفال من أفريقيا ويحطوهم في جنينة حيوانات في بلجيكا وفي فرنسا علشان هم أطفال لونهم بشرتهم غامقة وشكلهم غير الأوروبيين، فكانوا بيحطوهم جنينة في جنينة وحطوهم في قفص والناس تتفرج عليهم. هل ده صح؟ يعني شايفة أن حديقة الحيوان أصبحت يعني خارج حدود الإنسانية دلوقتي؟ طبعاً.